مشاهدينا الكرام، انتم اوفياء قنوات الشروق واوفياء برنامج صامت دائما، البرنامج اللي طلع لكم دائما من خلال قناه الشروق العامه باش يرفع عليكم باش يونسكم باش نكونوا معاكم خلال حوالي ساعه من الزمن، وتكونوا ثاني انتم معنا من خلال اتصالاتكم كما والفتوا كالعاده كالعوايد. مانيش وحدي في تقديم هذا البرنامج، معايا دائما زميلي الرائع انس سناع. مساء الخير عليك يا كرام، مساء الانوار، مساء الانوار مشاهدينا لافامي العائله، كراكم دايرين؟ صافا لاباس، طولنا عليكم الغيبه، انا توحشكم بزاف. المهم على بالناش لا المشاهدين توحشونا، غادي تبان من الاتصالات تاعكم باش نحكوا في السوجي تاعنا تاع اليوم اللي درناه اللي هو سوجي تاع العراس في لابيريود تاع كورونا. اون فادر ناس العراس في لابيريود تاع كورونا، جو ولينا نسمعوا اليوم بلي كاينين باغفوا بالدرقه، باغفوا ما يديروش حاجه كبيره، ما يديروش لما ما عليكم غير انتم تتصلوا بينا وتقولوا لنا اسكو درتوا عراس في البيريود تاع كورونا ولا حضرتوا عراس في البيريود تاع كورونا. وكي نقولوا عراس يعني ماشي عراس عراس اللي نشوفوهم في لابيريود نورمال بيان سور، حبينا نعرفوا اسكو انتم درتوا حاجه بيناتكم كيما نقولوا قهوه ولا فضلتوا انه تسناو حتى يرفع هذا الحجر الصحي ويعاودوا يفتحوا قاعة الحفلات باش ديروا عرسكم، يعني راكم مازالكم صابرين. دونك انا حبينا نعرفوا كامل هذه الاجوبه، ورانا نستناو كامل هذه الاجوبه من خلال الارقام اللي ظاهره اسفل الشاشه مشاهدينا الكرام. وعندنا اول اتصال لهذا العدد انس، ونقولوا الو مساء الخير. مساء النور. الو مساء النور. الو 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 سلام. الو وي الصوت ما نعرفش نسمعوا مليح، باش نسمعوا برك مليح، نقولوا الفريق التقني وفريق الاعداد برك يزيد لنا في الصوت باش نسمعوا هذا الاتصال لانه ما نسمعوا والو. دونك درك نسمعوا نورمالمون. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفكم دايرين؟ صافا؟ والله غايه وتيا. صافا تري بيان، توحشناكم. الله يسلمك. الله يسلمك، حنا ثاني توحشناك حبيبتي. الله يسلمك عمري. وش رايك؟ نعرفها هذه على بالك، سامعه صوتها ديجا. ماشي بعيد بزاف. لا لا. شكون؟ اي شكون؟ شكون؟ ولا غير على بالك عرفتك بصح راح لي الاسم برك، قولي لي فكريني. لا يسلمك يا عمري، ربي يخليك مع زينب من وهران. زينب. زينب ولا صافا. وش رايك زينب؟ صافا لاباس حبيبه، صافا انس. والله غايه. الحمد لله وتيا. صافا تخيبي الحمد لله. كاش عراس في كورونا؟ كاش كورونا؟ لا العراس العراس اللي العراس والله مديرين حاله. قولي والله وين مديرين حاله زينب؟ هنايا في وهران. حضرتي تي عراس فيهم في لابريو تاع كورونا؟ لا ما نكذبش عليك ما حضرتش. بس هتسمعي اليوم. عندي صافي لندن، عندي 5 شهور ولا حضرت بحبيبتي. بصح كانت كومان كان كورونا. بصح درتوا بيناتكم ولا درتوا حاجه كبيره؟ لا لا. صعبة شويه. شويه قهيوه كيما نقولوا. فوالا درنا غير هكا شويه عند كي تقول غاشي العريس، غاشي العريس وغاشي العروسه. غاشي العريس وغاشي العروسه. فوالا هذا ما كان. ايا تخي بيان بصحتكم. قولي لنا زينب، يعني كاين ناس تعرفيهم راهم يستناو حتى يعاودوا يفتحوا قاعات الحفلات باش يديروا عراسهم، تسمى راهم صابرين يعني في عود لا دات تاعهم كانت جازت ديجا مي بدلوها على جال لي سال دي فات. كاين وكاين، كاين اللي ما صبروش دخلوا نساهم نورمال غير هكا. كاين استغلوا كورونا بالعالم يتزوجوا غير هكا. تعال شوفي اخت زينب. انت ماشي متزوجه مازال؟ لا لا مازال. لو كان جاتك اوكازيون في البريود تاع كورونا تقاري حتى يروح الكورونا ولا تتزوجي ديري عرسك؟ في ما يزيدش على غادي واحد يتزوج من خاطر انا شويا. تستني ولا ديريه؟ لا ما نستناش. ديريه؟ قولوا نديرو اون سي جامي هذه دنيا. والله العظيم اون سي جامي والله. ان شاء الله ربي يرزقك ولد الحلال ان شاء الله اخت زينب. ان شاء الله ديري لنا عرس كبير وتكون راحت الكورونا ان شاء الله من هذاك النهار. ان شاء الله بربي. تعرضينا يا زينب نجو. تصرفوني على راسي وعني ركي من نيتك. تعيش يا ان شاء الله ان شاء الله. ركي من نيتك هذه يقولوها تاع الغرب، ركي من نيتك. تعيش يا زينب. شكرا لك. ان شاء الله. ربي يخليك حبيبتي. عندك اهداءات اضافات؟ والله يا عندي غير اهداء واحد بون، يعني حبيبتي عائشه من
لا حدايا قال لي هديها لي. تحية ليها تحية كبيرة. الله يسلمك. كنا نقعد مع فاميلي وبالمناسبة ونهديها لكم ليكم انتم بزاف بزاف. شكرا حبيبتي. شكرا بارك الله فيك. باللي فوق راسي وعيني. الله يحفظك. سيدي زينوبا ميرسي بوكو ويعطيك الصحة على المكالمة تاعك. شكرا لك. احنا عبالك عندنا وحدة رانا حابين نديروا لها اهداء ثاني انس. سهيلة. سهيلة. فوالا سهيلة ديديكاس ليك. سيرفيون جينيرال. بصح كومام اكرام ما بالك باللي في لابريود تاع الكورونا زعما لو كان يديروا الاعداد في هاد لابريود غادي يتخلوا بزاف على العادات والتقاليد تبان لي باسكو الشعب الجزائري عندهم بزاف عادات وتقاليد. تسمى كي تشوفيها جونغ تشوفيها باللي يتخلوا بزاف على العادات والتقاليد. صح يعني في هاد لابريود تاع كورونا ما ملي كانوا يديروا اعراسهم كبار كيما نقولوا ويتو صح لقينا النورم يحوسوا يعني معليش كيما نقولوا حنا يروحوا يعقدوا ويتو هذوك لي بابي وما قهيوه ولا يروحوا ديريكتومون يعني هذا كامل تجنبا من العدوى ولا ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا. وحتى الان ما كانش حتى قرار يقول انه يرفع يعني قاعات الحفلات يعاودوا يفتحوا بلوتو ولا الحجر الصحي يرفع يعني مازلنا كامل نتسنى وكاين عرايس يحبوا يروحوا كيما قالت لك زين بنايا ولا تزوجت نروح ديريكتومون دونك انا ثاني حبيت نشوف في هذا لو بوان اللي قلت انس اللي هو تري تري امبورطون انه العادات والتقاليد بالك نتخلاو عليهم ثاني كيما التصديره كيما ما باليش انا حتى اللباس هذاك اللي نشوفه يعني احنا نعرفوا العروسه تاعنا ما تلبسش لباس واحد تلبس كراك تلبس جميع المناطق صح بالك في بيريود تاع كورونا بيسك ما كاش حاجه كبيره تلبس غير تاع ولايتها ولا الولايه اللي حابه تلبسها. اسكو تبان لك نورمال العروسه تتخلى العادات هذو ما ديرهمش معليش ولا غير شوف كاين اللي لازم يتزوجوا ولا شغل ما يقدروش يستناو دونك باش ما ينتشرش الفيروس تاع كورونا جو بريفير يتخلاو على العادات غير لابريود اللي فاتت علينا والاكسجين ما كانش وديك الدروه اللي لحقنا لها بنادم كيتفكر دوك لي زيماج يقول ايفيتي كاع ولا غير يقول ايفيتي كاع ونخلي ان شاء الله تفوت كورونا وتولي المية المجاريها. عندنا اتصال. عندنا اتصال اخر بهذا العدد. الو الو السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. الو وي مساء الخير. مساء الخير خويا الاخت. واش راك صافا لاباس؟ لاباس الحمد لله وانتم لاباس؟ والله الحمد لله. شكون ومنين؟ رفيق من برج بوعراري. مرحبا بك الاخ رفيق. لا باس الحمد لله انتم لا باس الله يبارك الله يسلمك. يا خويا انا اللي زرت مدينه البرج وقاموا بيا كما يلزم اخويا. يا خويا مرحبا بك خويا مرحبا الراحه لنا ما كاينش مشكل. الله يحفظك راهي مخلوفه راجل غير اتصلت بينا غادي خويا نستقبلك احسن استقبال خويا مرحبا بك اعطينا رايك في السجن. وجوهكم خير خويا وجوهكم خير. الله يسلمك شكرا لك رفيق. رفيق تبعت الموضوع تاعنا لنهار اليوم. نشوف كنت مريح هكذا في البيرو تاعي ونشوف تهضروا على الكورونا وعلى العراس و دونك حبينا نعرفوا سقسي قبل مزوج ولا لا؟ مزوج ولا مازال رفيق؟ لا متزوج خويا متزوج. بالبركه كل شيء بالبركه. حضرت عراس هكا في هذا لابريو تاع كورونا؟ وشنو؟ عارس انت في هذه الايام تاع كورونا حضرت كاش عراس؟ لا 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 قبل كورونا عندي الزهر انا عندي. لا لا ما فهمتنيش اسكو رحت حضرت يعني تاع صحابك فاميليا؟ حضرت خويا حضرت. واش داروا رفيق داروا حاجه كبيره يعني في العرس؟ هما كانوا بروغرامي باش يديروا حاجه كبيره مي لا غالب كي جا هذا الوباء هذا صافي ولاو صغروا شويه نقصوا الناس. احكي لنا رفيق واش داروا باغ اكزومبل في العرس واش كان كاين قهوه عشاء ولا غير فطور كيفاش كانت الحاله؟ كان نفس البروغرام تاع العرس اللي كان بروغرامي. بلك الناس اللي نقصوا الحضور نقصوا لي زانفيتي. لا لا لي زانفيتي كانوا ما كانش يعني بزاف بصح كيما الكاطو القعده هذيك والاخر كانت بصح شويه سيباري ماشي موش يعني زعما كيما كانت قبل. صح ناقصه بزاف صافي ناقصه شويه هكذا مي تبان باللي حاجه ناقصه ماشي عرس تاع لي زالجيريان اللي نعرفهم. يعني ينقص عدد الحضور ما يكونش كاين غاشي بزاف حتى الفرح تاع الناس ومنها هكذا
كيما نقولوا لي كورتاج هذوك لومبيونس ناقصه لومبيونس ناقصه ايه العادات شغل الناس ولا غير كيما بالدارجه تاعنا يقول لك ليكيدي صحيح ليكيدي مهم نديو العروسه السلام عليكم هذا ما كان يعني المهم حاجه كيما نقولوا الفعل المهم الفعل الفعل ما سمعتكش خويا قلت المهم الفعل المهم الحس والفعل ها الفعل الحمد لله ونقول احنا ربي وش يقول يقول ربي ربي يهنيهم وكما نقولوا ذريه صالحه وهذا مكان والعقوبه اللي مازالوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باش ربي يرفع الوباء هذا ان شاء الله ما بقاش بزاف وتولي الحياه عاديه كما نعرفوا الجزائريين كاع الناس يحبوهم العالم كاع يبغي الجزائريين صح تولي لنا كما كانت ان شاء الله خويا انتم راكم الله يبارك وحتى الفيديو تاعكم اللي درتوه هكذا برا الله يبارك خرجتوا على العادات الروتين وربي يحفظكم ان شاء الله الله يحفظك انت بارك الله فيك نشكرك على اتصالك ان شاء الله خويا الله يحفظك الله يحفظك بارك الله فيك هيا ميرسي بوكو خويا الله يحفظك في الامان الله يسلمك شكرا رفيق اذا رفيق انا كنحضر عرس يعني بصح الفعل برك صح كاين صح وكاين ناس اللي يديروا برك يديروا فطور ولا عشاء ويصدقوه يعني ما يعرضوش منفع ناس سلموا الناس ولا تخاف سورتو اليامات الاخرين هذوما وين شفنا السلاله الجديده دالتا وين دخلت بقوه وكان كاين مونك دوكسيجين كانوا الناس يموتوا بزاف دونك الحمد لله يا رب الاصابات راهي في انخفاض ان شاء الله تكمل تنخفض ويكملوا يفتحوا باقي يعني القاعات وقاعات الحفلات كذلك بما انه كان كاين قرار بفتح الشواطئ وين انا نشوفوا الشاطئ الان يعني الناس يبروفيتي من اليامات الاخرانيين تاع لي فاكونس ياك انس دونك دوماج انتم ما كنتوش تشوفوا شرا نشوفوا مشاهدين الشعب راه يعوم من قلبه من قلب قلبه كما يقولوا او يبروفيتي الماكسيموم دونك بعد الغلق يعني كان كاين غلق شواطئ ودوكا راهو قريب الدخله تاع المسجد قريب الدخله تاع الناس تاعو تدخل تروبروني بلوتو الخدمه دونك نقولوا لهم بون كوراج بروفيتي لو ماكسيموم ونكونوا دائما معكم في قناه الشروق باش ما ننسوكم داكور حنايا قبل ما عندنا فاصل وقبل ما نروحوا فاصل بغيت نقرا واحد الاهداء راهم قالوا لنا ليه بالحاح شبع عجبتك بالحاح المهم عندنا ما عند نعيمه زميلتنا تقول لاختها نصيره صابون في ذكرى عيد ميلادها دارت 64 عام الله يبارك جوايز انيفيرسير كل عام وانت بخير ان شاء الله جوايز انيفيرسير لكاع الناس اللي زادوا في شهر سبتمبر وانا واحد منهم فوالا نروحوا فاصل ونعاودوا نوليو رانا عاودنا ولينا لكم مشاهدينا نعاود مساء الخير مجددا لواحد اخرى اللي جاوا لحقوا بينا دروك راني فرحان بلي ما زافوناش واللي جاوا جدد نقول لكم مساء الخير عليكم كاش مبسس كاش بغرير كاش مسمن نديروا قهوه وتفرجوا فينا باش نشوفوا غريبيه السوجي تاعنا تاع اليوم اللي شغل ما نقدروا نتلاقاو به نقدروا نكونوا حضرنا نقدروا اللي هو الزواج في لابيريو تاع كورونا الا حضرنا ولا سيرتو اللي تزوجوا في لابيريو تاع كورونا يتصلوا بنا باش نقول لهم بالبركه عليكم ويحكوا لنا الاجواء كيفاش فاتوا الا داروا العادات والتقاليد كاع الا كانت المينيموم الا كان غير حشا الا ولا اللي كانت عندهم اون دات تالي وهم يستناو يعاودوا يفتحوها ولا اجلوها على جال فيروس كورونا دونك اجاباتكم كامل رايحين نستقبلوها من خلال الارقام اللي ظهر اسفل الشاشه وكذلك تقدروا تبعثوا لنا عبر الصفحه الرسميه وصفحات رسميه لنا عبر الانستغرام انس تناح واكرام كفيف رانا حنقراو الرسائل الخاصه اللي حتبعثوهم لنا دونك بعثونا في الخاص باش تقولوا لنا نتوما العراس في لا بيريود تاع كورونا اسكو اجلتوا اسكو راكو تسناو يفتحوا اسكو حضرتوا عراس ثاني واسكو كانوا كاينين عراس هكا خفوفي كيما نقولوا حنايا واسكو انت حضرتي انا ما حضرتهاش حضرتي حتى انا بروتوكول صحي صح انا بغيت عندي كيسيون ليك اسكو انت راكي ضد ولا مع اللي راهم يديروا على صنف كورونا اكرام شوف كاين عرس معرس اللي يديروا قهاوي وفطور بيناتهم جو سوي داكور صح اللي يديروا عرس كبير والناس الغاشي تو جو سوي با كونتر يعني كل واحد حر في روحه مي بوغ ايفيتي هذيك باش ما نعاودوش نطلعوا الاصابات تعاود تطلع تاع فيروس كورونا ونعاودوا نعيشوا لا ميم شوز اي تو دونك رانا حابين رانا حابين نعاودوا الوضع يستقر كما نقولوا باغ كونتر انا كرم انا حضرت عرس اللي تاع اصحابي وحبابي اللي نقول لهم كل شيء بالبركه عليكم وكما كان الحال ما داروش حاجه كبيره جوغ تلا في شومبرة التعاوز وصحابه ولا لبس كوستيم خرج راح رفدها وداها للدار هذه هي تري بيان
المهم كما نقولوا المهم ما يكونش هذاك الغاشي وما تعاودش تطلع عدد الاصابات على جلواش على جل عرس كما نقولوا على جل عرس فرحات ولي نقمه فوالا ماشي حاجه مليحه. رغم علينا غير لا تتصلوا بنا مشاهدينا على الرقم 023 20 87 61 ما نعاودها باللغه لا نعاودوهم لهم بالعربيه بركة 023 20 87 61 023 20 78. ورانا نستناو ثاني في ناس الغربه ثاني يعيطوا لنا الجاليه الجزائريه المتواجده بالمهجر. انا من خلال هذا المنبر دوك نستقبلوا اتصال نديروا اهداء صغير برك اللي فازوا اللي هي جزائريه تاعنا طباخه ماهره من احسن الطباخين الجزائريين اللي تشوف الماكله تاعها يعني الله يبارك عليها دونك لانيفيرسير تاعها اكزاكتومون اللي يشوف رحت مع دونك فازوا حبيبتي نقولها عيد ميلاد سعيد هابي بيرثداي جويز انيفيرسير كل عام وانت بخير تحيه كبيره ليك لزوجك لولو لونا اللي تشوف فينا وكذا ابنائك ان شاء الله ربي يطول في عمرك ويخليك دائما متميزه ونخلي انس يستقبل الاتصال هذا. الو السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير عليك. صباح لاباس ولا الحمد لله؟ الحمد لله وش راكم؟ لاباس ولا الغايه شكون منين؟ الغايه لاباس كون تزيدونا شويه في الصوت برك باش نسمعوها. معك شيماء من الصيف. شيماء من الصيف؟ نعم. كاكي دايره شيماء؟ لاباس الحمد لله وانتم صافا؟ والله لا نعمه الحمد لله. وش راه من الصيف؟ لاباس الحمد لله انا مع سخانه. سخانه احنا اليوم شويه برو صافا رحمه ربي اليوم. الحمد لله. كاش عراس في الصيف ولا والو؟ لا لا ما كان والو ما كانش كاع ما حضرتيش كاع عرس شيماء شفتونا عرس تاع الصيفه انا اسمح لي انا ديجا مزوجه من 2018 الله يبارك في 2018 تزوجتي ما كانتش كان الكورونا دونك قبل كورونا سلكتي لها من ايماجيني من نهار عرسي ما رحت حتى عرس ما رحت حتى عرس ما رحت حتى عرس من نهار عرسي ما خرجت من الدار ما لبستيهاش لا لا والله غير صديرتي راهي مخبيه في لافاليز مزال كيما راهي ان شاء الله تنسيها في وقتها وفي فرحه اللي يستاهل كاع ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي لا لا راجلي دوكا بشويه مضيوقه راني نخمم نبيعها غير صح مام اسمح لي انا مام الناس بايزون في المام ماشي اوبليجي تحتاجي دراهم صح كاين ناس بزاف يكريوها ولا يبيعوا تصديرتهم باسكو كاين اللي ما توليش تجيهم كاين اللي يكرهوها الموديل هذاك ما وليش يعجبهم دونك الناس كامله يتبيعوا تكري دونك ما تكسريش كاع راسك صح والله غير راني خمم نبيعها بس غنقول لك حاجه اخت شيماء نعم غادي نقول لك حاجه تفضل مني ليك الف تحيه والله مني ليك تحيه المره اللي توقف مع راجلها كيما هكاك والله غير شبايه نقول لك ربي ان شاء الله يسعدك هذا ما نقول ان شاء الله يا ربي ادعي لي ربي يثبت لي حملي وربي يحفظ لي وليدي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله شحال في عمره شحال في عمره في اكتوبر كمل عامين ان شاء الله الله يبارك الله يبارك الله يسلمك ربي يحفظه لك ويخليه لك ان شاء الله وتشوفيها امين يا ربي وديري تصديره جديده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قولي لي اختي انت راكي مع العرس في كورونا ولا ضد؟ لا لا والله غير نورمال انا مع العرس هذوك اللي يكونوا تما شويه ما كانش العداد بزاف انا معاهم مي هذوك اللي كثروا ويروحوا او احنا توانا المهم كي يعرضوهم يروحوا ياكلوا نورمال ما عندناش العقليه تاع الكورونا يخافوا من المرض والله غيروحوا والله عادي والله غير يروحوا ياكلوا ويجمعوا ياكلوا اللحم ويجيبوا للدار وكلش شفتوا انتم في الصيف عرسكم يعني معروفين فيهم الزردة كيما نقولوا بزاف فيهم فيهم احنا عرسنا سمعنا وي سبع ايام وسبع ليالي ايوه الله يدوم الفرح علينا ان شاء الله ان شاء الله تروح تفوت تاع كورونا حبيت نقول لكم راكم منورين شاسه ثم لا مياغ ضيوف الشروق الله يحفظك شكرا حبيبتي ربي يخليك ان شاء الله ربي يحفظكم تعيشي بنورك تهلا في روحك وان شاء الله ربي يعطيك كل خير ان شاء الله ربي يفرج عليك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله سلمينا على الزوج تاعك بزاف بزاف الله يسلمك هيا تهلا في روحكم وربي يوفقكم امين امين الله يحفظك على خير شكرا لك اذا هذه حاجه كيس بالك كان والله غير صافي بليزير انا فرحتني والله غير نقول لك حاجه شوف كاين نساء
ولا حتى رجال اللي يستاهلوا دير حوايج دير على جالهم هذا الشيء كيما هذوما. دونك اساس الزواج ولا يعني من اساسيات الزواج انه هذيك لا بيرسون توقف معك كي يضيق بك ولا كي ما تلقاش شكون يوقف معك توقف معك. دونك من الزواج هذا يعني هذوما من اهداف الزواج اللي اهداف ايجابيه والحوايج الايجابيه في الزواج يعني ماشي زواج عراس ولا في كورونا نديروا قهوه ولا شايتو ونروحوا. دونك فوالا اذا مشاهدينا الكرام كما عودناكم في برنامج سامر تايم دائما انا وانس وحتى اكرام اللي في الاعداد نوجه لها تحيه كبيره دائما ما تجيب لنا اخبار جميله اخبار مفيده اخبار رائعه اللي نشوفوها تداول في مواقع التواصل الاجتماعي اي لي زانترنوت هذوك يداولوها. دونك كما ما نفيقوا لانس اللي ما عندهمش فيسبوك اللي ما عندهمش مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام حنا نفيدوكم من خلال هاد الترندات وحيد انس اليوم تبدا ولا نبدا؟ لا لا مش هذه بادي وخير ايا ولا غير تبدا. المهم عندنا الخبر الاول عندنا شكون رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون من خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء يامر رفع اجراء تاع شلالي شكل كان الكرام تعليق نشاط النقل الحضري والقطارات خلال العطله الاسبوعيه هذه كانت دونك لي تاكسي ترونسبور كامل ولا في الويكاند ما كانش كاين في الويكاند الوغ هذه زعما كيما نقولوا كانوا يغبنوا بزاف سيسو الناس اللي بعاد شو اللي يبغوا يروحوا بالويكاند لديارهم ما كانش كاين ترونسبور مي الحمد لله درك راه كاين ترونسبور في الويكاند تري بيان ان شاء الله حتى الصحاب يعني لي تاكسي ولا اللي يخدموا في الترونسبور هذه ثاني خبر مليح لهم لانهم حيستفيدوا ثاني راه كيما يقولوا يكسبوا في قوتهم. دونك نقولوا لهم احترموا برك البروتوكول اي الناس اللي تركب في لي تاكسي ولا في لي بوس ولا برك ما يكونش كاين يعني ما تقعدوش قدام بعضك بزاف يكون كاين تباعد اجتماعي الكمامه توجور الجال هذاك سورتو كي تمسح بلاصه ويجي واحد يمسها ولا الباب تاع تاكسي ولا دونك توجور الجال في ساكم ولا في جيبكم وتوجور الكمامه عندكم دايرينها هكا باش تيفيتيو كومبليتوم العدوى تاع كورونا وباش يخلوا لنا ثاني هذا النقل للناس اللي ما عندهاش واللي راهي تلقى صعوبه باش تنقل من بلاصه لبلاصه. كاين الناس فكرتيني كي قلتي الجال يديروه في الساك دائما كاين الناس ما يديروش الجال بصح الجال في الساك بصح صار بهم ولما يشوفوا واحد جبد الجال تدير لي شويه دير لي شويه تري بيان. دونك نكملوا في فقره ترند مشاهدينا الكرام كما راكم تشاهدوا في الصوره محاربي الصحراء اول حصه تدريبيه للخضر بالمركز التقني الوطني سيدي موسى بتعداد مكتمل تحسبا لمباراتي جيبوتي وبوركينا فاسو. هذا المباراتين اللي راح يخوضوهم الخضر ولا محاربين الصحراء ولا الشمال بالماضي تحسبا لتصفيه كاس العالم 2022 اللي حيكون بقطر ان شاء الله. كل التوفيق للمنتخب الجزائري الوطني اللي ان شاء الله يكمل في سلسله النتائج الايجابيه بعد نقول برك الميمو برك يكونفيرمي لي 27 مباراه بدون هزيمه ولا شحال ميمو 27 ايا تخي بيان شكرا شكرا ميمو. اذا تحيه كبيره لمخرجنا محمد امين جنادي وكامل ليكيب اللي سهر علي نجاح هذا البرنامج. انا جاب لي ربي هذا الخبر نكملوا في كتابة ليكيب ناسيونال لازم نكملوا. اذا البارح شفنا انه لاعبين المنتخب الجزائري الوطني كانوا لحقوا كامل شفناهم في مطار هواري مومدين اتجهوا ديراكتومون لمركز سيدي موسى وين شفنا رياض محرز النجمين رياض محرز وسعيد بن رحمه لاعب ويست هام الانجليزي ورياض محرز كذلك نحاو اللون الاصفر من شعرهم يعني كانوا دايرين لون اصفر كما رانا نشاهدوا في الصوره هاوليك رياض محرز حشمو برك سعيد بن رحمه دونك جات لي غايه انا تبان لي ولا غير جات عليهم في فيزيك جات لي غايه خويا على هذيك الصفوريه هذيك صاحبي يبان مريض لا 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 بصح تضون ستيل ثاني هذا البلون المهم دونك هاد النجمين المنتخب الجزائري الوطني سعيد بن رحمه ورياض محرز كانوا فور ما لحقوا للجزائر شفنا انه اللون تاع شعرهم تبدل وكان من المنتظر انه ينحوا هذاك الاصفر يعني كي شفناهم يلعبوا في الدوري الانجليزي كنا سيغ باللي غير يلحقوا التربص ينحوا اللون الاصفر يعني هنا نتحدثوا على صرامه وانضباط جمال بالماضي اللي كانت كاينه حادثه ثاني صرات في المنتخب الجزائري الوطني مع لاعب ما
داخل التربص وين كان بالماضي يعني نبهوا امام اصدقائه وقال له انه ولا راك حاب تكمل في لي زونترينمون وراك حاب تلعب مع ليكيب ناسيونال تنحي هاد الصبغه الصفراء الكبيره في شعرك. مانيش برك مذكره اسم اللاعب اللي كان صارت معاه هاد الحادثه. انا تبان لي خير على حساب السم تاع الجزائر راك فاهم هذيك الكلمه اللي تجي لي هذيك الصفوريه ديك لونجلتير وهنا الجزائر باسكو هنايا برك من باش وجه بعد الصفوريه هذه اللهم كيما هكا كاين نشوفوها بزاف في لاعبين يعني اللي هي يعني لاعبين في الدوريات الاوروبيه حتى لاعبين كامل يعني ماشي غير المحترفين الجزائريين يديروا هذه الصبغه الصفراء يعني ولات موضه بالنسبه للاعبين ماشي حاجه جديده علينا لكن دائما وين نشوفوا المنتخب الجزائري الوطني كاين صرامه وانضباط مع جمال بلماضي. نتمنوا التوفيق لسعيد بن رحمه لرياض محرز ولكامل لاعبين المنتخب الجزائري الوطني متواجدين حاليا بسيدي موسى. شحال نحسن شو قال نقول ليكيب ناسيونال بصح امبوسيبل كيما هي امبوسيبل الكلام. عندنا خبر اخر عندنا صور طريفه من نوعها بعد انسحاب القوات الامريكيه من افغانستان عناصر طالبان يلتقطون الصور داخل المروحيات والطائرات الموجوده في المطار كما نشاهدوا في الصوره. نشوفوها شو اللي صوروا بارتو في المانج هذه اللي قال لك هم بيضحك هم بيبكي دونك بعض الصور طريفه هنا نشاهدوهم. دائما نشكروا إكرام مقراني اللي في الاعداد تجيب لنا هاد الصور. اذا نختموا تراند مشاهدينا الكرام بموح ميلانو هذه في خاطر ميمو يحب بزاف موح ميلانو الغنات نهديه لكم انتم كامله كتبعوا فينا من خلال قناه الشروق العامه برنامج سامر تايم والثاني الناس اللي راهي تبعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي نهديه لكم ليكم كل ما التحق بنا الان كذلك. نعم بصح بالك بالك ستيل هايل هذا راه داير حاله كوم مام ثاني زنقاوي راه داير حاله بزاف شفنا بلي نقي نوعا ما ثاني على بالك رونا اللي بالك يقدروا يسمعوه ناس كبار منا هذه يعني يسمعوه كامل الفئات. الغناء هدايا اللي كان دار حاله وحصد مئات الملايين في لي فيو سوغ يوتيوب. دونك مكملين مشاهدينا الكرام معكم في برنامج سامر تايم مكملين نهديو لكم هذه الاغاني الجميله ومكملين ثاني في استقبال اتصالاتكم خلال الارقام الظاهره اسفل الشاشه ونستقبلوا ثالث اتصال نهار اليوم ثالث اتصال كتحسني نقولوا الو مساء الخير. الو السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا مساء الخير. النور. شراكم؟ لاباس وانتيا؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله شكون معانا؟ صح راك مزاهين؟ نعم. كيفاش؟ راك مزاهين؟ الله يسلمك بارك الله فيك. جيسبيغ راك زهيتوا معانا. فتيحة سيدي بلعبدي. فتيحة بن بلعباس. اللي عيطت لكم الخطا اللي فات. واه واه. واش راكي فتيحة؟ كيف دايرة؟ الحمد لله. لاباس نعمة. قال يشوفكم تقول سلام. كيفاش؟ قلت كان يشوف فيكم سلام. اي الحمد لله سيدي انا منورينك انا نبانوا لك رانا عاجبينك شويه. قسم من عظم لك منورين ومستعز ولاد بلادي. ميرسي فتيحه. انت ظلت تحكي فيها يا قالت لك ها بصح انت اللي خطر سيتينا على هذيك على الفاكسان هي عطيناك لا ريبونس. انا هي بصح ما جاوبتونيش ليش جاوبناك فتيحه. قبل كان عندي الشك باللي ما سمعتناش ذاك النهار. ما سمعتيناش فتيحه. انتوما ما فهمتونيش في السؤال تاعي. قولي لي السؤال تاعك ودوك نسال على المباشر نسالك. انا ماشي عندي الحجر في التلاوي عندي ان كايو طون تخثر في الدم. تخثر في الدم. داكوغ عبت لي عندك الحجر. تخثر في الدم وطلع لي جاني في رجلي وطلع لي ريتي. ايه ما نعرف ما نقدش نعبرها لك بالفرنسي ما نقدش اليوم كاتب لي انا كنقرا بالفرنسي ما نقدش نقراها لك خاطرش فرنسي شويه. معليش معليش. عندي ان قلت لك عندي ان كايوتون تخثر في الدم عندي 6 اشهر وانا نشرب سانتخوم. كي حابه تعرفي كي عندك تخثر في الدم كي حابه تعرفي ولا تقدري ديري الفاكسه ولا لا تقدري ديري الفاكسه ولا ما نديرش. هيا ولا غير شوفي فاتحه شوفي نسقسي لك ولا قدرنا نجاوبك دوكا دوكا سينو غدوه باذن الله تكون عندك. انا مهم جاوبوني وانت ما جاوبتوني صح. هيا نجاوبك غدوه غدوه ان شاء الله في العاده تاع غدوه نبداو بك انت يا فاتحه. ان شاء الله ان شاء الله صافا شويه راكي مليحه. لاباس الحمد لله. كاش عراس في كورونا ولا والو؟ لا العراس كاين بصح انا جامي نروح لك. مستعرف بك فتيحه. انا دايره الحظر بمعنى الكلمه. هاكاك. خي بيان عندك. بمعنى الكلمه عندي لابوست نروح نخلص ونجي. وفي لابوست يا اخي ديري ال دير دو بازيت. دو بازيت. صح وقايه مليحه عاديه. والله العظيم والله وش جا فيدي كي نخرج دراهم كي نجي نشري شوف كل حاجه نغسلها.
عندك الحق. قولي لي فتيحه، انت عايشه وحدك ولا مع؟ لا عايشه انا وشي بنيه برك. الله يبارك، ربي يخليها لك ان شاء الله. برجع لسلامنا. نسكن في في بلديه بوجبها، منطقه ريفيه جدا 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 بمعنى. شوفي فتيحه، انس تعرفها؟ نعرفها. شوفي فتيحه، كي يجي انس بلعباس او يجي يزورك هاد الايام تروح. مرحبا. ونبعث بوجبها. انا نبعث لك كادو فتيحه. يسلمك شخص يقول لها فتيحه يجيبوك حتى لعند. صاي في بوجبها فتيحه جيبوني حتى لعندك. نقولك فتيحه، قولها فتيحه. دوك ندير الرقم تاعك من عند الاعداد وانت صوب. خلي الرقم تاعك فتيحه عند الاكرام في الاعداد. الرقم اللي عندك فيكس ولا بورتابل؟ فيكس ولا بورتابل؟ كيما حبيت، تحبي البورتابل كيما تبغي، المهم اتصلوا بيك. انا مهم جاوبوني باش ندير الفاكس ان شاء الله. خلاص نجاوب ان شاء الله. والله راك منور. الله يحفظك. فتيحه سمحي لي، تبعي البالون بزاف. تبع تبع تعرف وانا نموت على البال. يا خلاص مالك، اش نروح للسطاد كيف كيف. انا نتمنى 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 ندخل للسطاد، بصح الظروف تاعي ما تسمحليش، خاطر حنا ما نقدرش نروح حنا في المنطقه تاعي في لا. ان شاء الله في فتيحه ان شاء الله يلعب المنتخب الجزائري الوطني ونجيبوا لك انفيتاسيون وتدخلي وتشوفي. نقول حاجه، انا نتبع البالون نتبعها. شوفي فتيحه، حنا الوقت يداهمنا غدوة رايحين نجاوبوك على الأسئلة تاعنا. الأسئلة تاعك، قلتي لنا عندك تخثر في الدم، أنت حابة تعرفي لا ديري الفاكسان ولا لا؟ عندي تخثر في الدم وشربت الدواء ست شهور. إيه سانتخوم. هاي تخي بيان داكور. إن شاء الله فتيحة شوفي الجواب غدوة، إحنا نشكروك على الإتصال تاعك. إن شاء الله. وخلي النيميرو تاعك في الإعداد يا أخي فتيحة. إن شاء الله. شوفي أنا واش نقول لك على بلادي، نبغي بلادي بزاف بزاف بزاف. تحية الجزائر. فتيحة. تحية الجزائر. شكرا لك فتيحة، يعطيك الصحة. الوقت يداهمنا هكا إكرام يا أخي، نروحوا مازال شويه. دونك مشاهدينا الكرام، احنا ارقامنا ظاهره اسفل الشاشه، تقدروا تصلوا بنا، تواصلوا معنا، تفاعلوا مع الموضوع اللي خيرنا انا وانس اللي هو الاعراس في الكورونا. مكملين احنا في البرنامج، لكن قبل ذلك يعني حان الان وقت اذان العصر بتوقيت الجزائر العاصمه وضواحيها. عاودنا ولينا لكم مشاهدينا، ما عليكم غير لا تتصلوا بنا، ما بقاناش بزاف وقت هكاك باللي باش تتصلوا بنا ونفرطاجوا معكم الموضوع اللي درنا اليوم على الرقم 023 20 87 61. هذه هي، ما عليكم غير لا تتصلوا بنا. اذا مشاهدينا حبينا نقراو شويه اهداءات تاعكم قبل ما يبدا يقرا الاهداءات ولا نروحوا فاصل. انا حبيت كاين ولا كاين فاصل دوكا، قبل ما نخرجوا فاصل حبيت نوجه تحيه كبيره لسمارو اللي تشوف فينا الان، نحب نقول لك اون فوزام وتحيه كبيره ليك. فوالا دونك مشاهدينا الكرام مكملين في البرنامج، لكن رايحين على فاصل وبعده راجعين برنامج سمر تايم. كيف تلقاه مادام نعطي كونساي ديري ثقة بصاحب المحسن. لايف لسيف وليدي يحس بلادو ساف. لايف لسيف هو الأمرية. لايف لسيف هو اختياري. لايف لسيف لايف في داري. لايف غير هو اللي ساعدني. يا سلام يا سلام، خطيرة، حطها في الجول حطها في الجول. ولولا ولولا الحكم صفر. وش كاين يا سيدتي؟ ما تقولي ليش برك درع. لا حفاظات ميو بيبي أخف ب 20% من الحفاظات الأخرى، بروابط جد قوية ومرنة فائقة الامتصاص، تضمن أكثر حماية وأمان لراحة أطفالكم. ميو بيبي.
عودة لكم مجددا مشاهدينا لا فامي والاحباب والعائله. رانا عاودنا وني لكم واكرام راهي باغي تقرانا الاهداءات باش ما يزحفوش منا الناس. ان شاء الله نقراو اهداء وقبل ما تقريهم عند زميلتنا اكرامه واش نصايب نبدانا العربي. انا نقراو ما فاتش بدنا نقرا في الاهداءات. دونك اهداء نبيله جليل والعربي زعبوب الذين رزقهم الله بمولوده جديده وجميله رانيا. الف مبروك ربي يخلي لكم رانيا ان شاء الله وشرب كاسكم ومبروك عليكم كل شيء بالبركه. عندنا اهداء اخر مع عند نور الهدى قاره من شلف وتحيه لماما وبابا وخواتاتي وصحاباتي تحيه لهم كاع والله نشحك الاخت. إذا مشاهدينا الكرام مكملين في البرنامج دائما سامر تايم اللي يجيكم مع العشية باش يرفعها عليكم يونسكم بمواضيع مختلفة. اليوم حبينا نخيروا موضوع يخصكم كامل ولا يخصنا كامل. حبينا نشوفوا لا بيريود تاع الأعراس في كورونا خاصة في الصيف وين على بالنا بلي كاين بزاف الأعراس لكن كاين ناس أجلوا ليدات تاعهم وين كانوا مبرمجين انه يديروا عرسهم بالك هاد لا بيريود ولا قبل كورونا ولا دونك تاجيل الاعراس. وكاين ناس فضلوا انهم يديروا حاجه خفيفه ويروحوا ديراكتومون يعني ما يديروش حاجه كبيره. دونك من خلال اتصالاتكم راح نعرفوا رايكم والاجوبه تاعكم. راح نكونوا فرحانين بزاف استقبال الاتصالات واستقبلوا اتصال اخر مع بعض. مساء الخير خامس. السلام عليكم. الو السلام عليكم. هيا لا باس ولا غايه الحمد لله تعالي خويا هايا تعال غبران بقوه. شكون ومنين؟ رشيده من وهران. شكون؟ رشيده من وهران. رشيده من وهران. كيف دايره رشيده؟ والله ماني غايه الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي. راكي غايه ولا واش قالت؟ ايه قالت راني غايه الحمد لله يا ربي. والله ما راني غايه الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي. اخت رشيده عندك بلي انا راني في الجزائر من داك اللي يعرفوني بلي من الغرب يقولوا لي انتم زوانيين وتبغوا العراس وتبغوا كاينه منها ياك؟ كاينه منها على هضره. كاش عراس في هذه باريو تاع كورونا ولا والو؟ كاين بصح ما كاينش عراسي بزاف. حضرتي عراس؟ قليله حضرت. كيفاش كانت الاجواء؟ راك عارف العرس تاعنا حنايا سمحي لي كما كنت هكا لا فامي بالك هكا واحد 20 عبد هكا ولا واحد الرجال 10 ولا ايام رحت العرس رحت 15 يوم ما صرا لي والو. صافا سلامات. طابت ما درت والو. ياك هذا ربي ستار ربي ستار ونقولوا الحمد لله. انا شويه ما خافت بزاف نقول لك الصح ما نديرش في راسي بزاف الكوفيد وكاع. شوفي الاخت رشيده هي هذه الحاجه اللي فيك انك ما تخافيش حاجه مليحه باسكو يعني تقوي من المناعه تاعك وديرك توجور تردك شغل دايره كونفيونس في روحك. بصح في نفس الوقت ماشي مليحه باسكو تقدري تكوني بلي انت تقدري تكوني بورتير جو غير دير المرض تخاف تباسي. لا انا نحرز روحي نحرز روحي فيونس يلاه بنادم يحرز روحه يليق. انا مره في العرس ما سلمت ما قربت قعدت بعيده رقدت في شامبرا فيها اربعة تاع الناس مع شوابين ثلاث شوابين على جهه انا على جهه تبقى مسيرة خالص بزاف وقعدت وقربت وسلمت وكاع تمام. والعرس هذا قولي لي شو كان فيه العدد والتقاليد نورمال حتى للصباح كيما مداري كيما توانا؟ لا ما صاروش بزاف 12 ولا الواحده هكا طيب. فركتوها هما برك في الغرب للتذكير فقط انه في الغرب يديروا راسهم في الليل ماشي كيما حنا نديروا الزوج تاع العشيه. نديروا في الليل حنايا. قال الوحده قالت له الوحده الوحده تاع الصباح ماشي تاع العشيه. ثاني الناس يحسبوا درتوا راسكم على 8 تاع الصباح ولا كيما هكا. بعدك ما كانش كورونا كان حتى الصباح حتى الربعه كاع. حتى الصباح. درك من راه المرض وكاع راهم يديروا العراس في الدار ماشي في الصاله وكاع ثم بيان سور كي تفوت الوحده صاي تولي ديرونجمون شويه هذاك الحس ولا ميوزيك وكاع تولي ديرونجمون. يجي لي جون درامو كاع ما ينبغوش يقول لك تما راهم بزاف راسي وراهم يعرسوا. صح هذاك هذاك حس هذاك الزعي على زال الخوف ماشي على زال. صح ياك ما نضر حتى واحد من هذاك العرس. والله ما نضر حتى واحد. الحمد لله ربي جابك. لا بصح انا العرس ما نضر حتى واحد درت عرس وفايك راه قاعد قاعد في الدار هذه قريب عامين رانا خايفين خايفين. حنا ما نشجعوش الحضور الاعراس في كورونا. فوالا جو بلان كيما دركا كيما دركا عندي عرسي مصاري متخاري حتى مانيش باين راه حتى علاه بعيد شويه ونخاف لان دي بلاص ايا ما عندي ما ينزيد الراح معليش غير على البعد. البعد ولا مش كورونا لا. مش انا جا كورونا على جال البعد تما
بعد ما نخلص ما بتبان لك نروح ناس ما نعرفهم بلادي بلا حدا عندهم كانوا جيران ما كانوش يخرجوا وخايفين عايشين رواحهم ما بنعرفش بالخوف بصح انا غاديك نروح نصور يعني بالك نصيب حاجه واحده اخرى ولا ما يخافوش ولا صح هذه هي انا ديك ما غاديش نروح اي طولي بكلام شكل هذه مبروك عليهم ان شاء الله ربي ونسلمك. والله يسترهم هذا ما قد نقوله ان شاء الله ربي يكون يجيب الحفظ وصاي ان شاء الله ما يكون اول مره راهي في الفيديو اول مره كي جاتك يا غدره مليحه الحال والله راني قلبنا لا غدره نمشي حكي تزيدي تعيطي ان شاء الله والله راني عطينا احنا نوالفو اه احنا نوالفو اه ما الى ها ها كي تعيطي لنا خطره خاصك تولي على شك فتعيطي لنا ان شاء الله انا اللي اختار اختار انا عيط لكم ما اخترت تشوف وقت قاعد نشوف فيكم مرحبا بك اخت رشيدة كل وقت الله يسلمكم الله يسلمكم الله يحفظكم صحيتي الاخت كان عندك اضافه ولا ايش اهداء ولا ناديه غير لما برك ندعي لها ربي يشفيها مريضه الله يشفيها راه بعيده عليا عندي فعلا ما تنساش الله يشفيها ان شاء الله قبل العيد كبير في القانون هذا ما كان انا نتمنى غير ما تسمعت ما بيش وطاي انا ابويا ميت فقط لي غير ما برك الله يرحمه ويوسع عليها ان شاء الله وللحقنا بيا مسلمين امين يا رب امين يا رب العالمين اخت رشيده انا شوف نشكرك بزاف وبلغي لسلامك للوالده بزاف الله يسلمك صحيت الله يحفظك انا ثاني نشكرك بزاف الله يحفظك الاخت صحيت يا رشيده الله يسلمك يعطيك الصحه الاخت فوالا هذه هي الوغ كاين الناس اللي تحضر كاين الناس اللي ما تحضرش جوغ كما كتشوفي اكرام الوغ انتم نذكركم مشاهدينا ما تنساوش غير تتصلوا بنا على 023 20 87 61 عيطوا لنا سيدي وقولوا لنا الى راكم معاه ولا ضد الاعراس في البيريود تاع كورونا ولا حضرتوا احكوا لنا كيفاش كان الاوضاع سيدي احنا باغيين نعرفوا باسكو انا ما حضرتش عرس حاجه كبيره زعما كما نقولوا الاكرام ثاني ما حضرتش كي يقولوا مع او ضد انس نقولوا يعني ماشي مع او ضد الاعراس اللي يعني اعراس الكبار باسكو الاعراس الكبار كما نقولوا ماشي رانا كامل ضد لكن كامل ما نديروش الاعراس الكبار لانه نحترموا القرارات اللي حطوهم يعني قرارات غلق الحفلات والتجمعات دونك اوني با كونتر القرار لكن مع او ضد نديروا يعني عرس خفيف كما نقولوا زعما كورونا باش في الكورونا ولا نستناو حتى تروح كورونا ونديروا عرس صح انا ثاني تجي نقولوا كونتر بيان سور توتا فينون انا كونتر الناس اللي مع احترام القرارات يعني اللي صدرت كان الناس كانت الناس اللي داروا في ليصال يعني زعما تاع كان اللي يستعمل نفود ولا يستعمل كما نقولوا تاع سكيميز باسكو هذيك لاصال جايه ايزولي ويلم الناس ومن بعد يولي في مشاكل مع كاين اللي يروحوا يديروا ثاني برك كما نقولوا اون سيونس فوتو يعني العروسه البنت يروحوا للبحر ولا يديروا سيونس فوتو هذا هو العرس تاعهم مع عشاء صغير ولا ولا يعني فطور ولا قهوه يعني الفال برك كما نقولوا دونك انا نستنى في كامل اجاباتكم على الارقام ظاهره اسفل الشاشه ما بقناش بزاف على ختام برنامج دونك فو بروفيتي باش تعيطوا لنا ونسمعوا صوتكم كذلك وانا اتصال نقولوا الو كيف تحس فيه الو السلام عليكم وعليكم السلام مساء الخير عليك مساء النور مساء الخير واش راكي صافا الحمد لله نتوما الحمد لله شكون معنا نسرين من وهران نسرين من وهران شوفوا ناس الغرب راهم بقوه سمعوا لا على الحفلات وهران خويا وهران دائما زعما عاودي ذكرينا قبل الاسم نسرين نسرين راكي حشمانه ولا عيانه لا نسرين لا لا هذه هي لافات يعني هيا غير زدينا شويه كي فاهمه باش المشاهدين يفهموا كاش راكي تقولي وي صافا شويه راكي غايه لا الحمد لله نتوما والله لا نعمه الحمد لله قبل ما ندخلوا في السجي تاعنا بغيت نعرف اسكو انت متزوجه ولا لا وي ماري ماري وقت واش من عام تزوجتي 2017 كانت حالة هانية كان ما كان لا مرض ما كان كاين والو وي الحمد لله الحمد لله يا رب سلكت وحضرتي لها صح ولا سلكتي لها سمع لي نضرب ما سلكوش وي نشكركم راكم منورين برنامج الله يسلمك الله يحفظك منورين نشكركم بزاف بزاف وراكم تفتحوا نصائح جيدة للغاشي وكاع شكرا زعما ياخذوا حذرهم في الكورونا نسرين قولي لي عرضوك في العرس للعرس هاد لا بيريود
وي عرضوني بصح ما راح تخف. ما تقولش داروا هادو اللي عرضوك، داروا قهوة ولا داروا حاجة كبيرة؟ داروا حاجة كبيرة. ما لغزمو والله غير هاد الناس جو عباك بلي تحس بلي بافهم نوعا ما معنا مش روح المسؤولية جو. صح وي خفت بزاف رحتي بزاف ما رحتيش؟ ايه ما رحت. سيرتو الناس اللي عندهم يعني عندهم لي زونفون في الدار ولا عندهم والديهم كبار يخافوا عليهم، الناس راهي عندها وي نورمالمون يستحفظوا وي. مالوغوزمون ربي يجيب الخير ان شاء الله. امين ونشكركم بزاف بزاف راكم منورين التلفاز. شكرا شيرين حبيبتي. تسلمي لها كامل الناس وهران. شكرا سي بلاك. شكرا حبيبتي جميلة يعطيك الصحة. زيادة على هذه إكرام ماشي غير العراس اللي نديرو في هذا لابيريود، حتى يعني باغفوا نشوفوا لي زانيفيرسير الحفلة تاع الباك تاع البيام سفر هي فرحة يعني تجي خطرة في العمر سيرتو تاع الباك. كل واحد لازم ياخذ احتياطات. ايه جات في ظرف كيما هذا لازم يعني نتبعوا البروتوكول الصحي ونحترموا القرارات الثانية المتخذة. دونك هذا كامل باش نجتنبوا العدوى ونجتنبوا زيد طلع هذوك العدد الاصابات وين كان ارتفاع رهيب في عدد الاصابات وين شفنا الازمه هذيك اللي درناها مونك دوكسيجين الناس تموت الى غير ذلك. دونك احنا نتمنوا انه الناس تاخذ احتياطاتها وتبع دائما بروتوكول صحي ماشي في الاعراس فقط انس لكن في مختلف الاماكن يعني حتى في بعد القرار اللي فتحوا يعني المطاعم وين راح يخلوا لهم يعني 50% يرفضوا يعني كانوا يرفضوا 100% يرفضوا 50 اللي يرفضوا 20 يرفضوا 10% دونك وهي رايحه. دونك حنا نقول لهم احترموا برك البروتوكول الصحي باش يعاودوا يفتحوا لنا كامل المطاعم ما نقعدوش بالريح ولا ما نريحوش. دونك الناس يعني يكون كاينه تباعد اجتماعي بين طابله وطابله. كذلك نوجهوا ثاني ميساج للملاك هذه المطاعم انس يعني ماشي باسكو ما مش يشوفوكم ولا ما يجوزوش اللي يعني يديروا كيفاش نقولوا اكزاكتومون سيفي اللي يشوفوا لا لازم ديروا البروتوكول الصحي ليكم انتوما ثاني باش انتوما اكزاكتومون باش هما ثاني يعني يبروفيتيو باسكو فتحوا لهم باش يكملوا يخدموا يعني باسكو هما محتاجين هذه الخدمه كيما نقولوا كل واحد يخدم على روحه وليكم انتوما باش ما تنقصوش بهذاك المرض. هذاك المرض ولا نقصتوا بهم به انتوما ثاني تروحوا للدار راح تدوه لاولادكم لخياتكم لخواتاتكم لماليكم. دونك سورتو الناس الكبار اللي راهم متواجدين في البيت دونك نقولوا لهم احترموا فقط البروتوكول الصحي وان شاء الله كلشي يكون بيان. وحنا اللي رانا مسؤولين الاول الاوائل ماشي يعني ما نقولوش الاطباء ما نقولوش الحمايه ما نقولو حتى واحد، حنا اللي رانا ريسبونسابل على هذا الشيء باسكو كي توصل عند طبيب يعني طافي نورمال يدير الواجب تاعه ويسي يصوفي حياه انسان ولا بصح حنا باش ما نوصلوش لهذاك الشيء. قال لك الوقايه خير من العلاج وان شاء الله نكونوا واعيين يا ربي وربي كاكينه. عندنا اتصال نشوفوا شكون معنا نقولوا الو. الو وي السلام عليكم. مساء الخير عليك اخويا. السلام. واه الناس مروهرين يا اخي العزيز راني نسال فيكم ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظك اخويا قلنا غير شكون معنا. في الصوت هذا ما كان باش نسمع مليح تعيش. كيفاه نقيم نقسم الصوت نقسم الصوت. لا 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 انت ماشي انت ماشي انت تراك مليح انا زدنا الصوت. واه صح كي راكم لاباس غايه. والله لا راكم دايرين مانيفيتاسيون تبارك الله ما شاء الله راني نسال فيكم ما شاء الله. والله العظيم انا راني من الوهران وراني والله فرحت بكم فرحه زينه ما شاء الله يا ربي. عرفنا عليك برك شكون معانا. انا 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 قادم الوهران ناديف لي قادم الوهران تاجر الله والحمد لله يا ربي والحمد لله نعمه الله. غادي نقول لكم واحد الانسان اليوم انسان حبيبي مسكين توفى من الوهران كورونا مسكين مساعد الاول في الارمي مسكين دعوا له الله الرحمه فيصل الله يرحمه ويسع عليه يا ربي وادعوا له الرحمه فيصل مسكين دعوا له الرحمه الله يرحمه ويسع عليه الله يصبر اهله ويصبرك عليه الاخ. بارك الله فيكم اليوم خبروني جماعه قالوا لي مسكين والله العظيم لا اله الا الله لا اله الا الله رسول الله واه ورسول الله هذه هي وانتم انتم ان الله عجل ربي يحفظكم وربي يخليكم لينا ان شاء الله ويخليكم لاهلنا والعجل ربي يرجع لنا البلاء. لازم تتفاعل معنا مع الموضوع تعطينا رايك. انا رايي شنو نقول لك انا ماذا بينا يديروا وقايه والانسان ماذا بين الناس يديروا البعد وما يديروش هذو العراس. الحمد لله بات لي الصفحه ان شاء الله جديده المدارس الانسانيه بيدخل المدارس ان شاء الله بربي ان شاء الله يا ربي هذا ما نتمنوا والله يعجل الله تعالى عز وجل يرفع لنا البلاء ان شاء الله يرفع لنا البلاء في اقرب وقت لعدة طلب عند الله عز وجل ان شاء الله يا ان شاء الله ان شاء الله واحنا رانا امة محمد الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله الحمد لله, الحمد لله. الحمد لله. وانتم بارك الله فيكم فيك بارك الله الاستاذ والله يجزيك شكرا الاخ امين يعطيك الصحه
شكرا لك، تحيه لكامل ناس وهران اللي راهم بقوه في الاطار، ناس الغرب يسمعوا لا راس الحفلات يحبوا الزهو والامبيونس. ان شاء الله يا ربي ايامكم كلها فرح واعراس ان شاء الله واخبار جميله وكامله على الشعب الجزائري وكامل الجزائر الحبيبه. هو دائما يسقسيني انس، اليوم انا سقسيه بارك تسقسيني تسني اكرام. لا 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 ماشي كيما انت دابا دابا نتقلبوا. لا لا انت نقول لي برك الاعراس يعني في وقت كورونا انت كيفاش تشوفها؟ يعني تشوف انه ولا تو بريفير الناس يستناو، تفضل انه الناس يستناو حتى تخلص كورونا ويديروا عرس بالطبع، ولا تشوف انه حاجه خفيفه يعني تقدر تكون حاجه مليحه يعني بوغ لي مارلي؟ انا شوفي ما نكذبش عليك كرام، انا حضرت عرس، حضرت دي مارياج في البريود تاع كورونا، ماشي بزاف واحد، وصحابي ثاني داروا عرس بصح ما حضرت لهمش باسكو بعاد وفي ظروف كنت في العمل اللي تو والله غير ممكن تباعد اجتماعي لا بقناش. لا بصح شوفي سانسيغمون انا هذا صاحبي دار مارياج واللي نحيه بالمناسبه اللي هو رضوان زميلنا، يعني رضوان حسين نقول له كل شيء بالبركه عليك وان شاء الله يا ربي يرزقك بالدريه صالحه. امين عمور ثاني ان شاء الله ربي يرزقهم بالدريه صالحه. بصح هذو ناس واعيين والله، غير ناس واعيين داروا عراس بصح والله سانسيغ ما فاتوش يعني العدد، يعني صاحبه يسوق به هو يروح يفوت يرفض الزوجه تاعه ويروح للدار. سانسيرمون انا هذه يعني سيتو في رضوان حسين شتها بعيني، ناس صح داروا بروتوكول واحترموا، وتحيه ثاني للزوجات تاعهم، يعني دروك البنات عفلك يبغوا يقول لك نتزوج خطره نبغي نلبس نبغي ندير نبغي كذا، ثاني راهم يعني يحترموا يعني وما يديروش عرس كبير يقول لك زوج خطره في العمر ما الناس تحب دير ربي يعوض. راهم يتفاهموا الناس درواك الحمد لله، ما راهش كاين هذاك الضغط على الدين اللي كذا وانا عرسي نبغي كذا. خاصه كي دخلت علينا كورونا كي كانت جديده كي كانت جديده معنا الكورونا، دونك الناس كامل كانت تقول لا 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 نستنى حتى تخلص كورونا وندير. دوكا الناس خلاص والفت، يعني رانا نتعايشوا مع الوضع هذا اللي رانا فيه على بالنا واش كاين واش ما كاش. دونك حنا نتمنوا انه كامل الناس تاخذ بهذا البروتوكول وكامل الناس تكون واعيه خاصه. كاين ناس واعيين كلام ما نخفوش والله، غير كاين ناس واعيين زعما جوغ حابك بلي امنت بحاجه بارفوا تشوفها في روحك تقول بلي طونك انا انسان واعي، ولو كان بايزون ندير عرس انا في لابيريو تاع كورونا كيفاش نديره، خاصني نعرف وندير في راسي بلي كاين ناس كيما انا، كاين ناس واعيين وكاين ناس راهي تاخذ حذرها وتخاف على الغير. بالك على ما تخافش على روحها تقول لك انا عندي روح مسؤوليه، وهي مليحه ثاني توفر كامل هذوك المصاريف تاع العرس اللي كبيره. دونك دير في بالك بلي كاين ناس خرجت عليهم. شوفي انا ما نكذبش عليك يعني لما نقول اسماء كاين صحابي اللي جاتهم على 16 كما يقولوا. لا ولا غير مين داك تشوف عرس يعني ما يديروا عفايس يبدروا، يعني كاين حوايج ما عندهم حتى معنى. حتى معنى والله. دونك حاجه خفيفه كما نقولوا حاجه شابه كلاس. وربي يبارك في داك الشيء وربي يبارك في داك الشيء. سامبل هو حاجه مليحه يعني الواحد لازم ما يكثرش. بصح ما يخفالكش اكرام احنا العرس في الغرب جوغ تحس به كبير ولا هي غير لومبيونس كبيره هذا ما كفاش. ابوي زوخ علينا احنا لا سبحان الله نقول اميريتي ما طما بالشان. لا على بالي انا ما قلتش باللي بصح في العرس ما قلت باللي بزاف ولا يدور كبير يعني كاع الليل ولا، بصح هي غير لومبيونس كبيره هذا ما كان الحيويه والنشاط هذا ما كان. عندنا اتصال ونشوفوا بالك يكون من وهران يحكي لنا العرس تاع وهران. الو السلام عليكم. راح الاتصال قطع الاتصال و يعني نقولوا للناس اللي ما مش يقدروا يحكمونا نقولوا لهم عاودوا اتصلوا بنا ان شاء الله تحكمونا وتهضروا معنا ونقصروا معكم. ما بقاش بزاف على نهايه البرنامج، نتمنوا تستقبلوا بالك اخر اتصال باش تفعلوا معنا وتعطونا رايكم حول الموضوع الاعراس في فتره كورونا. عندكم اون دات اجلت ولا راكم تستناو حتى تخلص كورونا باش ديروا اعراسكم، وشنو رايكم في هاد الاعراس اللي نديروهم في هاد لا بيريود تاع كورونا؟ يعني هاد الحاجه الخفيفه اسكو تشوفوا حاجه مليحه ولا لا؟ عندنا اتصال اخر ونقولوا الو مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيراكم دايرين لاباس؟ من الغرب والله غايه الحمد لله يا ربي. ومنين انت اخويا شكون ومنين؟ معك بن جبور عده من مصغالي. مصغالي ايه الغرب الغرب مصغالي بالعباس. انا حدا وهران، انا حدا وهران هنايا. دابا شويه كريم مصغالي املاح ربي ربي يخليكم. الله يحفظك. السلام عليكم. اش برد الحال؟ غير هي سلام عليكم برد الحال يا خويا ما شاء الله. صافا شويه الحمد لله يا ربي الله يسهل عليكم. شوف انا على بالي باللي مصغالي شابه ومنطقه سياحيه وعائليه وما شاء الله عليها، بعد هذا القرار اللي فتحوا شواطئ قول لي كي راهي دايره الاجواء عندكم؟
لا الحمد لله يا ربي سيفري هذا المومو بعد كي فتحوا الشواطئ تما حاجه ناقصه كاع لي بلاص نلقاو يا ربي تلقى حاجه خفيفه ماشي بزاف ماشي بزاف شي بزاف زعما تطفي نغمه ثاني الناس راهي تبريباري لا رونتري وكاين اللي راه يروحوا للجامعات كاين جوغما مارس كاين تما كاع الناس اللي كان داي كونجي عاود ولا اللي يقرا ويجد في روحه تما كاع زعما بعد ولا على فدوز عاود ذكرني غير باسمك بن جبور عده بن جبور خويا قولي تم تزوج ولا لا 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 انا اتيديون 18 عام ايه الله يبارك فين تضحك ان شاء الله نزال شويه مالا عفوا لك عفوا لك نقرا في يوم من ثاني الله يبارك الله يبارك كاش عراس ولا والو حضرت شويه عراس والله لا خويا والو ماني نعقل اخر عرس بالك ب 2017 صاي لا فامي قطعنا انا بلا كورونا ما يروحش لا تدري زعما ماشي كورونا ولا لا على صالح حاسين الناس صاي تخافوا وياك كيما صح صح, صح. آه. أو أنت يقول لي راك معاه ولا ضد لا بيديروا الأعراس؟ لا أنا عندك شغل اللي بغى يدير عرس شوية يحترم زعما دير العرس تحترم الإجراءات باغ إكزوم ما تعشيش إذا باش ما تخليش المرضي يجي دير حاجة خفيفة وصاي تعرض الأقارب المخصصين زعما ديك حاجة المختصين هذا صح كيما الله يحفظك عبد الجبور خويا لا عندك إضافة ولا عندك كلمة أخيرة قول لنا نهدي تحياتي للعائلة وصحابي رفيق ورامي شكون؟ رفيق ورامي صحابي رفيق ورامي باينة غير تعطي معايا الشتومة على حساب شوفها قلتها وأنت تضحك باينة تعطي معايا يعني محشية حشية نوريها لهم إن شاء الله يا ربي تحية ليهم أخويا من هذا المنبر الله يحفظك الله يحفظك صحيتو يعطيك الصحة حبيبي تهلا في روحك شكرا لك صحة بالسلامة شكرا لك عبد الجبور عبد الجبور من مستغانم نشكرك كان هذا اخر اتصال لهذا العدد انس دونك نشكركم بزاف على اتصالاتكم كامل اللي عيطتوا كامل ثاني الناس اللي حاولوا وما حكموناش نقول لكم يعطيكم الصحه على هذه المحاوله وعلى الوفاء تاعكم لبرنامج سامر تايم وحتى قنوات الشروق يعني احنا ما بقناش بزاف وراح نختموا لا سيزون كامله يعني نهار الخميس حيكون عدد خاص بحضور ثاني زملاء ياسمين سعودة ورياض بن عمر حنكونوا كامل باش نختموا هذا الموسم اللي كان اكثر من رائع يعني سواء في صباح الشروق في كوفي تايم ولا حتى سامر تايم ولا كامل البرامج حتى الوشيف البرامج اللي كنتوا شاهدتوهم على الشروق راح نرجعوا لكم طبعا بموسم يعني ولا هذا كان اكثر من رائع هذا يكون في غايه الروعه ان شاء الله يا رب موسم مليء بالبرامج الجديده اللي حتشوفوهم يعني مفاجآت جميلة حنشوفوهم انا ما نحبش يعني هاد الكلمة تاع الوداع ومعليش انا باش كيتنجي كاع واخيلا انا باش ما نودعكمش ماشي كيتنجي ان شاء الله ان شاء الله من الخميس يحيينا ربي برك وتكون عدد رائع وخاص لكم انتم كامل الاوفياء لبرنامجنا وحتى قنوات الشروق انا ما عليا غير نقول لكم تهلاو في روحكم تهلاو في الناس اللي تحبوكم كنا معكم حتى الخمسة تاع العشية من خلال برنامج سامر تايم انس سعيدة جدا كالعادة نتقابل معك تقديم البرنامج دونك خلي لك كلمة الختام لك نعم الله يحفظك اخت اكرام وانا ثاني سعيد دائما اللي نتقاسم معك هذا البلاطو ونقابلوا الناس هادو الزينين والعائلات الوفية اللي راهي دائما تتابعنا ليكيب تكنيك صحابي وحبابي اللي بيهم حنا نبانو شابين راكم تقولنا راكم شابين وكاع تحية لكم من القلب الله يحفظكم خلوا لي شوية مشروبات ما تكملوش كلش ميمو في الإخراج إكرام كفيف حسام فاروق جاكي كاع كاع يعطيكم الصحة إكرام مقراني ربي يحفظك إيمان في الصوت حمزة كاع تحية لكم مشاهدينا ما تنسوش غادي نجيكم غدوة إن شاء الله ثاني موضوع جديد واحد آخر لما لا تبعتونا في الصفحات الخاصة تاعي تاع إكرام كفيف وأنس سماح المواضيع اللي تبغونا نحكوا لكم عليهم بعثونا غدوة إن شاء الله نجيكم موضوع آخر والخميس إن شاء الله عدد خاص تشاو تشاو سلام باي باي